صباح الخير عليكم جميعا. باليوم الرابع من مسابقة النخبة معي رئيس لجنة التجهيز العسكري رائد أحمد مسلم. شلونك هذا؟ الحمد لله بخير وصبحكم الله بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لجميع الفرق في اليوم الرابع من مسابقة النخبة. رائد مسلم، كلمنا عن لجنتك وشنو دورها بالمسابقة؟ بالنسبة للجنة التجهيز العسكري واجبها توفير جميع المعدات العسكرية سواء كانت أسلحة أو ذخيرة أو معدات عسكرية، وبالإضافة إلى ما في مانع إذا كان في إدارة أو جهة خارجية تأتي في أسلحتها الخاصة أو معداتها الخاصة بشرط أنها تطابق لعيار عيار الذخيرة المتفق على المسابقة ومطابق للسيفتي لإجراءات المسابقة. نعم، شرح وافي وكافي، ونشكر رائد أحمد مسلم على هذا اللقاء رئيس لجنة تجهيز العسكري، ويعطيك العافية. حياك الله عباس، حياك، موفقين. نشوفكم اللقاء هذا. صباح الخير، مع لقاء جديد مع المقدم أنس ثويني. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور، يا هلا والله عباس. طبعا أنس ثويني رئيس لجنة التنظيم الخارجي، كلمنا عن لجنة التنظيم الخارجي ودورها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دور اللجنة اللي هو ترتيب الميدان من الخارج، تسكير الشوارع، مكان للجمهور، مكان للاعبين، الأسعاف، الخدمات المساندة للمتسابقين والمسابقة، وهذا دور اللجنة باختصار. يعني يعطيك العافية. وشون الأمور وياكم للحين والمسابقة؟ هل من عوائق أو شيء؟ لا لا، الحمد لله كل الشباب ما قصروا، وكل اللجان وربعنا بالإدارات اللي برا ما قصروا بعد ويانا، والحمد لله، ونتمنى التوفيق للكل إن شاء الله والسلامة للجميع. نشكرك مقدم أنس على هذا اللقاء، ويعطيك العافية. الله يعافيك، موفقين. لقاء جديد مع شاعر الافتتاح دامي الضفيري. شلونك شخبار؟ يا مرحبا، بهلا بفيك. دامي الضفيري شاعر الافتتاح وعضو بلجنة التحكيم، كلمنا عن لجنة التحكيم ودورها مسابقة النخبة. طبعا الأخوان ما قصروا باللجان الثانية، لكن حنا بلجنة التحكيم كل مدرب أو كل حكم يتابع اللاعب أثناء خروجه من فقرة إلى فقرة أو من مرحلة إلى مرحلة، يشوف الأخطاء اللي أو القوانين اللي متفقين عليها، ونشوف إذا يعني أخطأ في شغلة نسجل عليه ويكون منصفه، يعني سواء أخواننا الضيوف أو الجيش أو الحرس أو أخواننا اللي في الوحدة، يعني الأمور سواسية. والدليل على الشيء هذا أن أول يوم خذوا المغاوير والحرس الوطني خذوا الأوائل في المسابقات، وهذا من إنصاف لجنة التحكيم. نعم. طبعا أخوي دامي، أبي شنو أنواع الفاولات الموجودة عندكم لجنة التحكيم؟ صحيح، الفاولات اللي يعني أكثر الواعين يطيحون فيها اللي هي، وهذا قانون يعني للمرة الأولى نشوفها في الرمايات، اللي هي مسك القبضة أثناء الرماية، وأهم شيء عندنا في الفاولات اللي هي السيفتي، هذا أهم شيء، يعني تكون المدرب والحكم يتابع اللاعب أثناء خروجه من مرحلة إلى مرحلة، يكون سلاحه فارغ ما في أي شيء، يعني يتأكد منه ويصرفه، وإذا كان في خطأ يسجل عليه ويتأكد من السيفتي. نشكر أخونا دامي ضفير هذا الشرح للجنة الحكام، إن شاء الله راح يكون في شعر بالختام ولا؟ والله عاد على حسب القريحة، إن شاء الله تساعدنا. يعطيك العافية. الله يعافيك، يا مرحبا.
صباح الخير من اليوم الرابع لمسابقة النخبة. معانا ضيف من إدارة أمن وسيطرة الرائد سعد سويلم. كيف حالك رائد؟ خير الله يسلمك. طيب يعني. شو رأيك بأجواء المسابقة وشو نشوف مسابقة النخبة للحين؟ أول شيء يعطيهم العافية إخواننا الوحدات الخاصة على تنظيمهم هالبطولة الطيبة. أجواء تنافسية وعطت معنوية حق المعسكر ككل. شيء وايد حلو، خبرة انقلوها لنا من برا بحكم مشاركاتهم الخارجية ودوراتهم ومسابقاتهم برا، انقلوا لنا شيء على أرضنا، شيء يفيدنا حقنا احنا وشيء يعني جديد علينا. طبعا ولد عمك صار مشارك مسابقة، ظاهر يعني انك تشجع. اكيد انا جاي يعني حق ولد عمي وحق شباب اهلي الله يعطيهم العافية، شجعهم ونشجع ربعنا اللي بالامارات والمقاوير والصعقه. نشكر رائد سعد على هذا اللقاء، وعندنا هديه بسيطه بس لو تقبلها منه. يعطيك العافيه رائد. يعافيك سلم. عوده مع لقاء جديد وضيف جديد مع مساعد مدير اداره التدريب مقدم ركن محمد ناجي. شلونك شلون؟ الله يسلمكم ويعطيكم العافيه. طبعا إدارة التدريب دورها كان بارز وواضح بتوفير الميادين وتجهيزات لإدارة وحدات خاصة لمساعدة التنسيق، فاحنا نقول لكم يعطيكم العافية على دوركم ومجهودكم الواضح، واشرح بشكل أكبر دور إدارة التدريب. أول شيء اللي يعطيهم العافية الناس اللي شاركت أول شيء بتنظيم الإيفنت هذا، أمانة شيء يثلج الصدر إن نشوف الميادين ملونة بلبس ناس هم حماة الوطن أبطال، وراهم أبطال اللجان اللي قاعدة تنظم واللي قاعدة تراكض، الناس اللي فوق، الناس اللي تحت، الناس اللي صار لها أيام قاعدة تتعب، الناس اللي شالت وحطت وجهزت الميادين. إحنا ما سوينا شيء، إحنا مجرد أداة قاعدين نوفرها للمعسكر، وإذا سوينا أي شيء فإن هذا واجبنا، إحنا ما سوينا شيء زايد. طبعا مقدم محمد كل يوم موجود بالميدان هنا، هل شفت فريق مفضل لك او عجبت الفريق باداء فريق معين؟ امانه كل يوم قاعد اشوف فريق مميز، يعني كل يوم اقول هذا الفريق الزين، باكر القى فريق ما شاء الله يعني ما نقول يفوقه لكن تنافسي، البطوله تنافسيه توافيج من رب العالمين، ناس توفج يوم، ناس باكر توفج، وخلينا نقول انه يعني العموم أبطال لكن توافج من رب العالمين، الفروقات تبين سبحان الله، يعني كل يوم تشوف فرق واحد عن الثاني والعموم أبطال. يعطيك العافية مقدم محمد، وعندنا هدية بسيطة بس لو تقبلها منه. هذه هدية بسيطة طال عمرك من إدارة الوحدات الخاصة. ما قصرتوا وإحنا نتشرف أصلا بحضورنا هنا، وأتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله رب العالمين يوفقنا حتى السنة الجاية، والشكر موصول حق الأبطال اللي ماسكين اللجان قاعدين يشتغلون هنا، واما الابطال اللي شاركوا فالله يوفقهم ان شاء الله وبالنتائج يشوفون اللي صار. مشكور. يعطيك العافيه. We'll be right back.
السلام عليكم. معنا ضيف من اداره مكافحه الشغب ملازم اول سالم العزيز. بعد صافره البدايه يتوجهون الى البرج. ملازم سالم تضيف عندنا طبعا مسابقه النخبه، ايش رايك باجواء المسابقه بشكل عام؟ والله بصراحه الاجواء جدا جميله والله يعطيهم العافيه، خاصه اللي جمعوا جميع العناصر من المقاول ومن الحرس الى الدور الرابع وحتى من الخليج بعد، الله يعطيكم العافيه على الاجواء الطيبه. شفت المسابقه، ايش رايك بشكل المسابقه وبالتنظيم بشكل عام؟ والله المسابقه جدا ممتازه وكذلك التقديم، الله يعطي العافيه لسعد نايف الرشيد الله يعطيه الف عافيه على التنسيق الطيب. ولازم سالم طبعا احنا نقدم هدايا لجمهورنا، فمعنا هديه بسيطه بس لو الله يعطيك العافيه مشكور. هديه بسيطه طال عمرك من اداره الوحدات الخاصه. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه ما قصرت. يعطيك العافيه ولازم سالم. يعطيك العافيه هلا. السلام عليكم. معنا لقاء مميز مع مدير إدارة الوحدات الخاصة العقيد ركن فهد العبيد، حياك الله محمد. الله يحييك ويعطيكم ألف عافية ومشكورين على المجهود الإعلامي والتغطية الإعلامية الممتازة صراحة. أبو محمد، شو رأيك بمسابقة النخبة وتنظيم هالسنة وشغل هالسنة بشكل عام؟ السنة هذه أول سنة كان مستوى عام، يعني هو خليجي وهو على مستوى الجيش والحرس الوطني، كتنظيم جدا رائع جدا مرتب، مجهود يشكرون على الشباب فوق المتوقع، شهادة من جميع المشاركين سواء من الوحدات الخاصة ومن غير الوحدات الخاصة. والبطولة السنة هذه هي كانت حلم لإدارة الوحدات الخاصة بحمد الله وفضله وبجهود الشباب، اللهم لك الحمد، تم تحقيق هذا الحلم والانطلاق إن شاء الله من هذا إلى أعلى ولا العالمية إن شاء الله في المستقبل. نبي طموح مسابقة النخبة، شو اللي أبعد مدى ممكن تقدرون توصلونه؟ الطموح أن كل إنسان يشارك معنا في هذه البطولة ينقل كل ما تم تدريسه وتعلمه في هذه البطولة إلى الوحدة اللي يشارك فيها. أتمنى أن هذا تكون مدرسة لمكافحة الإرهاب وفرق مكافحة الإرهاب تستفيد منها جميع دول الخليج والدول الداخلة، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم اللي نطلع منها. طموحنا أن كل بونا نكون عنصر واحد على مستوى خليجي وعلى مستوى الدولة، الفرق وهما تكون في موقع واحد هي محاربة لعدو واحد، هذا الهدف اللي احنا نسعى له. وطموحنا أن كل بونا نكون يد واحدة وعلى اتصال واحد مباشر بالحدث. نشكرك عقيد ركن فهد العبيد على هذا اللقاء ويعطيك العافية وعلى وقتك الثمين. الله يعطيكم العافية والشكر موصول للجميع، ونشكر الشكر الخاص أمانة لأبونا وأخونا الكبير اللي هو محمود دوسري لتفريغ نفسه من يوم أول يوم البطولة إلى هذا اليوم، في كل صباح متواجد ويانا، دعم معنوي دعم مادي، متابعة مشاركة الفرحة، الانتقادات البناءة، التوجيهات لا محدودة، والجو المرح معانا، وجزاه الله خير ونشكره شكر خاص، والله يعطيه الصحة والعافية ومشكورين للجميع. يعطيك الصحة والعافية، مشكورين ونشوفكم لقاء ثاني إن شاء الله. We'll be right back.
you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You were eight and you had bad traits. You go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. You chuck it on this one, you chuck it on your mother, and you chuck it on your father, you chuck it on your brother, and you chuck it on your sister, you chuck it on that one, and you chuck it on me. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
السلام عليكم. مقابلة جديدة اليوم مع حامل لقب مسابقة النخبة سيل إضافة فريق النخبة. معاي على يميني مقدم ركع عبد الله الكندلي، وعلى يساري وكيل أول عبد الله خليفة الدوسري. حياكم الله. الله يعطيك العافية، ومشكور على مجهودك، ونشكر الجميع على المجهود، نشكر الجميع على المشاركة، ونشكر الجميع على المنافسة. بصراحة ما شاء الله تبارك الله، شغل من أروع ما يمكن، منافسات روعة، الأخوان ما شاء الله، بالإضافة إلى الجو الأخوي، الجو جو المنافسة ما شاء الله طاغي ما شاء الله على الوضع العام، بالإضافة إلى الأخوة، يعني صراحة شيء ما شاء الله روعة. أخوي عبد الله خليفة، شلون مسابقتكم اليوم، شلون أداكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية، وما قصروا الشباب كلهم، من تنظيم، من شباب المشاركين، من المتسابقين، كان الجو وايد حلو، وروح الأخوة والمنافسة الموجودة. أقول حق الكل يعطيهم العافية، ولكل مجتهد النصيب. الأمانة شرفونا أخواننا من الإمارات، وشباب المغاوير، وشباب الصاعقة، والربع ما عليهم خلاف بعد، ربعنا القوات الخاصة من إدارتنا، الوحدات الخاصة على طول. إحنا إن شاء الله عندنا هالمسابقات مقامة هذه، ويشرفنا تواجدهم، وإن شاء الله إن شاء الله إن إحنا المنافسة موجودة، لكن هم تبي روح الأخوة والألفة اللي بيننا، والحمد لله إحنا فزنا بهالشغلة، والحمد لله إن كسبنا معرفة الجميع، والله يعطيكم العافية. أبو سالم، ترتيبكم لحد الآن زين وقريب بالمنافسة، توقع تحافظوا على اللقب؟ لله الحمد إحنا منافسين الحين، يعني منافسين، عنا بالمركز الثاني لأمس، اليوم ما ندري النتائج شنو هي، والله يسر الأمور إن شاء الله، واللقب انراح حق إخواننا فريق المرحوم عبد الرحمن سميط، يستاهلون، اجتهدوا وبذلوا مجهود وما قصروا، والكل اجتهد والكل أبدع، لكن التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى، ونتمنى إن شاء الله أن إحنا نحافظ على اللقب، وبالإضافة إلى ذلك نتمنى ربعنا وإخواننا كلهم التوفيق، والإخوان المنظمين التوفيق كذلك، والله يعطيكم الصحة والعافية، ونتمنى لك أنت شخصيا التوفيق في مجال الإذاعة والتلفزيون. يعطيكم العافية ومشكورين، ونشوفكم لقاء ثاني. الله يعطيك العافية.
المسابقة الرابعة الهجوم السريع. المركز الأول فريق النخبة. الوقت كان 6 دقائق 39 و50 ثانية. المركز الثاني فريق الشيخ عبد الرحمن سميط. وكان وقته 6 دقائق و52 ثانية و7 جزء من الثانية. المركز الثالث راح من نصيب العميد يوسف الهويدي. وكان وقته 6 دقائق 55 و88 جزء من الثانية. المركز الرابع قاف 7 دولة الإمارات. وكان وقته 7 دقائق 16 و44 جزء من الثانية. المركز الخامس راح من نصيب الحرس الوطني. وكان وقته 8 دقائق 28 90 جزء من الثانية. أما المركز السادس كان من نصيب الشهيد علي أبو حمد، وكان وقته 9 دقائق و5 ثواني و31 جزء من الثانية. المركز السابع فريق سعد فرحان، 11 دقيقة 55 78 جزء من الثامنة. المركز الثامن راح من نصيب المقاوير، 12 دقيقة وثانية و3 أجزاء من الثانية. يعطيكم العافية يا شباب، يعطيكم العافية. شباب صورة جماعية، صورة جماعية للعموم، صورة جماعية للعموم. يلا حياكم، حياكم هني شباب، صورة جماعية. تحة تحة الشجاع طبع في النفس الأبية يا بلادي واصلي والله معاكي كلنا يا موطني رجلك ضحية الحرب هيدرنا يما المعالي كل فعايل ما طلبناها عطية الحرب هيدرنا يما المعالي كل فعايل ما طلبناها عطية رددي يا الله واكبر يا بلادي كلنا جينا خذنا المنية رددي الله أكبر لا يهمك ديننا الدفع وحبك والحمية يا بلادي كلنا نحمي ترابك كلنا وارواحنا لجلك هدية الحروب هي دربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية الحروب هي دربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها الحروب هدفنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية واطرف الحنة حماك الدين حنة ما تركنا لأهلنا غير الوصية مرنا وفاسنا وارواحنا لك طايرة في الجو وارضك مدفعية الطلب جيناك في الصف الأمامي حسد يعذر خوي في خوية كلنا كلك رجل واحد محنك وابطل ميدان وافرد السرية الحرب طلبناها عطية الحرب هدفنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية يا وطننا لا تفكر في عدوك المسمى ما علينا من سمية ديننا لمن ومرنا ما عصينا اعتبرنا مهبل بحبك كذية مشكلتنا مهبل 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 ندعونا الموت فينا جاهل
زيد يا الهجوس هذا الوقت ليا شعرك يضرب دروب المهمهية شوش يا راسي على اللحن الحماسي غني يا حاكم بلا الحن القوية زيد يا الهجوس هذا الوقت ليا شعرك يضرب دروب المهمهية شوش يا راسي على اللحن الحماسي غني يا حاتم بلا الحن القوية الوطن تزف على شنف دمانة الشجاعة طبع في النفس الأبية يا بلادي وصلي والله معاكي كلنا يا موطني لجلك ضحية الحروب هنا غنى يما المعالي بالفعايل ما طلبناها عرضية الحروب هدفنا يما المعالي بالفعايل ما طلبناها عرضية هددي يا الله أكبر يا بلادي كلنا جيناك ما خدنا المنية رددي يا الله أكبر لا يهمك دينا الدفع وحبك والحمية يا بلادي كلنا نحمي ترابك كلنا وارواحنا لجلك هدية الحروب عيد ربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية الحروب عيد ربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية الحروب عيد ربنا يم المعالي بالفعايل ما طلبناها عطية وضيف الحنة حماك الدين لحنة ما تركنا لأهلنا